دلوقتي هنعمل مع بعض الملوخيه. هحتاج 400 جرام من الملوخية، اللي هو كيس الملوخية المجمدة بيبقى 400 جرام، مش بيبقى نص كيلو. هحتاج سمنة وملح، كزبرة ناشفة، مكعب مرقة، وشطة اختياري، وفلفل اسود. وهحتاج للكمية بتاعتي كوبايتين من شوربة الفراخ او اللحم او اي شوربة موجودة عندنا في البيت. يلا نبتدي مع بعض نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنجيب الشوربة كده بتاعتنا سخنة عشان تسهل علينا. انا عشان عارفه كميه الميه اللي انا محتاجاها، فهنزل بالملوخيه او هضيف الملوخيه بعد ما اضيف على المرقه. ممكن لو احنا مش قادرين او عاملين كميه اكبر ومش قادرين نتحكم في سمكها، ممكن الاول نحط الملوخيه ونضيف المرقه واحده واحده. شو انا مطيه النار خالص. نجيب معلقة بقى عشان أنا مش عايزة أضربها، علشان الملوخية المجمدة، ودي ملوخية مجمدة. الملوخية المجمدة من الحاجات اللي بتعمل، شايفين الرغاوي اللي على الوش دي، فالمضرب هيزودها معاه. بصوا ده سمكها أصلا. خليني أقلبها كويس أوريكم بالمعلقة. ده إيه؟ ده التقل بتاعها، مش هينفع نتقلها عن كده ولا نخففها عن كده. هنحط شوية من الثوم المهروس من غير ما نحمره في الملوخية بتاعتي، وهحط شوية من الكزبرة الناشفة برضو نايين. حط كده ايه، فصين ثوم كده. نجيب الكزبرة وحط تقريبا نص معلقة كبيرة كده، وقلبهم مع بعض. وهضيف لها مكعب المرقة، وده برضو اختياري. وهضيف لها الملح. انا الشوربه بتاعتي ما كانش فيها ملح، فانا هحط ملح. منظر ده. انا مطيه عليها النار خالص، هعلي شويه، حاجه بسيطه. ودلوقتي هنعمل مع بعض الطشه بتاعتنا. نجيب طاسة كده نحط فيها سمنة، معلقة سمنة كبيرة. تلاقي دلوقتي ننزل التوم بتاعنا، ويعني التوم لو كان معتدل يبقى أفضل، مش لازم نزود التوم قوي عشان ما تتعبناش. نحط بقى معلقة كبيرة كده من الكزبرة الناشفة، نحط شوية شطة وشوية صغيرين الفلفل الأسود، هحطهم على الملوخية مش كتير كده. بقى ناخد الطشة بتاعتنا كده، الملوخية كده تقريبا حلوة كده. هسيبها بس زي ما اتفقنا، بس اول ما احس ان هي من الجناب كده ابتدت خلاص تغلي. بس احلى حبة بقى دول في الاخر.